مارسيل كولر امبارح في المؤتمر الصحفي كان ليه بعض الرسائل واتسأل في بعض التفاصيل. نطلع نتابع نشوف تصريحات مارسيل كولر ونرجع للنسا عندنا تفاصيل تانية. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكورة اللي أنا كنت عايزها أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير. في النهاية ده الماتش الأول، كده كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط، والشوط الثاني هيبقى في القاهرة. هيحتاج مننا إن إحنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت إن إحنا ناخد ريسك أو مخاطرة قدام وإحنا على أرضنا عشان نفوز بالمباراة إن شاء الله. بالنسبة لعلي معلول لسه بدري جدا إن إحنا نعرف هل في إصابة أو مدى قوة الإصابة. لما نرجع القاهرة، نعود القاهرة إن شاء الله بإذن الله، هنقوم بأشعات وتحاليل ونقدر إن إحنا نشوف هل في إصابة قوية أم لا. دلوقتي بدري جدا إن نعرف، مفيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن إصابة كابتن علي معلول. Wenn Vorteil ist, wenn man Ballbesitz ist, dann kann man das laufen lassen. Ja, da hat abgepfiffen und ich habe mich aufgeregt darüber und das war's. الكرة اللي انا انفعلت فيها كانت بسبب ان الكرة كانت اوفسايد، وان احنا قطعنا الكرة كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة، فهو ما اداناش الادفانتج، ما اداناش الفرصة. وانا كنت شايف من وجهة نظري ان هو المفروض يسمح بالفرصة، لان هي فرصة خطيرة جدا وهو بصفارته منعها، فعشان كده انفعلت. شكرا. لا، انا كل مباراه بلعبها مع النادي الاهلي، اي مباراه ايا كانت، هدفي دايما الفوز، فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل. ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل، فدي نتيجه لازم نقبلها ونتقبلها كما هي. ده هي نتيجه كويسه ولا هي مش كويسه. بالنسبه لماتش العوده، طبعا احنا شفنا الترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصة أو اثنين في الشوط الأولاني، ده بيبين قوة الفريق. وبالتالي الماتش في القاهرة لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا، إن احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابة دفاعية، وفي نفس الوقت نحاول إن احنا نحرز أهداف عشان خاطر في النهاية إن احنا نحصل على اللقب بإذن الله. دي كانت تصريحات المدرب السويسري مارسيل كولر عقب مباراة الأمس.